هنعمل دلوقتي وصفة الجلاش. الجلاش بتاعنا هنعمله بنكهة البيتزا، بيطلع طعمه لذيذ كده وجديد. يعني عشان نعمله عايزين لفة جلاش. خليني بس اجيب الاول طاسة وبنحط على النار شوية. عايزين تحطوا سمنة، عايزين تعملوها بالزيت زي ما انتوا عايزين. انا هحط سمنة، هنحط كده هنا شوية سمنة ونقرا الوصفة. عايزين لفة جلاش، عايزين 4 بيض، ربع كوباية سمنة، ربع كوباية زيت، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية لبن، 1 كوب زيت زيتون اسود، نص كوب طماطم، 1 كوب ساسج، 1 فلفل اخضر، معلقة كبيرة زعتر، ملح وفلفل، معلقة كبيرة خل. طيب اول حاجة هنعملها، عايزين نجيب الطبق اللي هنعمل فيه الوصفة بتاعتنا اهي. ودي بقى وصفة يعني ما احناش مضطرين بقى نرص الجلاش وكده، لا بيتحط معك كده، بنحطه كده اي حاجة وبيطلع في الاخر حاجة لذيذة جدا. اول ورقة هنحطها، بنحطها من غير ولا اي حاجة، ولا سمنة ولا اي حاجة، بنحطها كده. بالشكل ده. وناخد السمنة والفرشة ونبتدي ندهن الجلاش بتاعنا. نحط الورقة التانية. ونفضل نحط بقى كده لغاية ما نوصل للآخر خالص. بتقدروا تحطوا الحشو على الوش، وبتقدروا تحطوها في النص لو عايزين. خلوا الاطراف كده شوية عالية، بتبقى لذيذة. هناخد بقى دلوقتي، يعني لو عايزين تعملوها في النص من دلوقتي حطوا الحشوة، عايزين تحطوها على الوش احنا ممكن كمان، ممكن على فكرة دلوقتي جه في بالي انه ممكن تحطوا في الاخر خالص اما تخلص تحطوا جبنة على الوش كده، برضو بتبقى لذيذة جدا، اكيد هتطلع لذيذة. طيب انا هقول لكم على حاجة، خلينا دلوقتي نطلع فاصل تمام. انا هكمل بقية الورق كله ده بالشكل اللي انا بحطه ده، ونطلع لفاصل ولا نستنى؟ لا خلينا نستنى احسن علشان نلحق نعمله. طيب خلينا نستنى معلش. عشان يلحق يستوي معانا. خلاص احنا ممكن دلوقتي نحط الحشوة بتاعتنا. طيب هنحط ايه بقى؟ بنحط اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزينه. احنا هنحط هنا زيتون، هنحط طماطم، هنحط فلفل اخضر، هنحط سوسج،
زي ما قلت لكم في الاخر بتقدروا تحطوا شويه جبنه هتبقى لطيفه جدا. خلاص دي كده نحط لهم شويه ملح، او الملح بنحطه مع الزيت. خلينا ناخد دلوقتي بوله نحط فيها البيض والحليب والبيكنج باودر والزعتر، شوية ملح وشوية فلفل، ونخلط الكلام ده كله مع بعضه، والخل ما تنسوش الخل عشان البيض، ونخلط الكلام ده كله مع بعضه. انا هطلب على فكرة يعني ممكن احاول اجيب شوية جبنة نحطها على الوش بس يخلص الجلاش بتاعنا. هناخد بقى الكلام ده كله ونحطه على الجلاش كده، وندخل الكلام ده كله على الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما نلاقي كده ان هو ده يعني خلاص استوى، والخليط اللي احنا حاطينه ده تماسك على الحشوة بتاعتنا. يلا بينا على الفرن درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا، بيقعد تقريبا نص ساعة تلت ساعة، ولو زي ما قلنا الجبنة بنحطها اخر حاجة خالص.